الرحمن الرحيم. دلوقتي معانا الغساله الهوفر 9 كيلو زائد 6. 9 كيلو دي اقصى حموله للغسيل، و6 كيلو اقصى حموله للتكفيف. دلوقتي عندنا درج مسحوق، عندنا هنا البرامج بتاعتي، انواع البرامج، وهنا في برامج التكفيف، وعندي هنا لوحه المفاتيح وشاشه العرض. ابدا اول حاجه هضغط على زرار الباور، تمام، هتبدا الشاشه بتاعتي تنور. عندي البرامج المتاحه عندي هنا، طبعا هنا ده قلنا زي ما قلنا زرار الباور او التشغيل، هنا تشغيل برنامج او الايقاف المؤقت. عندي هنا برنامج الاقطان، في هنا الالياف الصناعيه، في برنامج الملابس الرقيقه او الناعمه، في برنامج الشطف، في برنامج العصر، في عندي برنامج الصرف، هنا الملابس الصوف او الحرير، ملابس الصوف والحرير، هنا برنامج اللحاف، وهنا الملابس الرياضيه المختلطه، وهنا زي ما قلنا زرار التشغيل والايقاف المؤقت. في هنا ثلاث برامج للتكفيف، في برنامج اول تكفيف الاقطان، برنامج ثاني تكفيف الملابس الصناعيه المختلطه، في هنا برنامج الملابس المختلطه لمده 59 دقيقه. نخش على المفاتيح بتاعتي، هنا بيتعرض لي وقت البرنامج، هنا بيتعرض لي درجه الحراره، وفي هنا سرعه العصر. لو عايز اغير سرعه العصر من خلال زرار تغيير سرعه العصر، اقدر اضغط اغير سرعه العصر بالمنظر ده، تمام، لحد ما اوصل لصفر. هنا كده اعتبر سرعه العصر صفر، اقدر اغير درجه حراره الميه، تمام، بالمنظر ده اقدر ازود ونقص فيها حسب اللي انا عايزه. اقدر من هنا اغير وقت البرنامج، وده متاح في برامج القطن والالياف الصناعيه والبرامج السريعه، يعني ده البرنامج مثلا القطن اقدر على المستوى الاول ساعه 31 دقيقه، ممكن اخليها ساعه 51 دقيقه، ممكن اخليها ساعتين 41 دقيقه. برضو بنفس الكلام اقدر من خلال البرنامج السريع بالمنظر ده لما اختاره، ان هو بيعمل لي اللي هو 14 دقيقه، اقدر اغير من 14 ل 30 دقيقه او 44 دقيقه، ده البرنامج السريع. في بعد كده عندي الضبط المسبق او البريسيت، اقدر ااجل تشغيل الغساله عدد ساعات معينه حسب ما اظبطها. في هنا ساعه، ساعتين، ثلاثه، وهكذا لحد 24 ساعه. بعد 24 ارجع الوضع الطبيعي بتاعي اللي هو من غير ضبط المسبق خالص. بالنظر في هنا اول حاجه من على اليمين زرار مانع الكرمشه، وده طبعا بيحافظ على الملابس من غير ما تتكرمش، طبعا بيتحكم او بيقلل في سرعه العصر. بعد كده ده برنامج العنايه الفائقه، او ممكن نسميه تزويد منسوب الميه، ده بيزود منسوب الميه في الغسيل والشطف. طبعا منظر اناء وفيه نقطه ميه زائد، يعني بيزود منسوب الميه في الغسيل والشطف. طبعا في الغسيل عشان يختلط المسحوق اختلاط جيد بالميه، ثاني حاجه في الشطف عشان يحصل شطف جيد للملابس من المسحوق. بعد كده في زرار التكفيف، وطبعا ممكن اقدر اعمل تكفيف اضافي من خلال الزرار ده بالمنظر ده، بيظهر من هنا علامه الشمس، طبعا هنفسر الكلام ده بعدين. في بعد كده شديد الاتساخ، شديد الاتساخ ده بيثبت لي درجه الحراره بتاعت البرنامج عند وقت، عند درجه حراره ثابته، يعني مثلا لو ظبطت عند 50 درجه هيثبت لي درجه حراره 50 طول فتره الغسيل. طبعا لما يديني ومد المنظر ده معناه ان هو مش متوافق مع البرنامج ده. اما لو اخترت برنامج ثاني مثلا زي الالياف الصناعيه منظر ده، وجيت استخدم خاصيه شديد الاتساخ، هلاقي ان هي برده مش هتشتغل معايا. طب نجرب تزويد الميه، اشتغلت، مانع الكرمشه اشتغلت. طبعا زي ما احنا شايفين طول ما هي بتديني ومد انها مش هتشتغل، معناها انها مش هتشتغل مع البرنامج ده. في بعد كده البري ووش او الغسيل المبدئي، لو انا عاوز اغسل غسله تمهيديه بسبب ان الملابس شديده الاتساخ اقدر استخدم البري ووش. بعد كده في الغسيل الليلي، وطبعا الغسيل الليلي ده بيعمل تخفيض لسرعه العصر لحد 400 لفه في الدقيقه عشان ما يعملش صوت عالي بالليل، زائد انه بيسيب الملابس بعد الشطفه الاخيره مغموره في الميه عشان الملابس ما تعملش ريحه كمكمه، واقدر بعد ما ينتهي البرنامج اضغط على الزر ده مره واحده بيبدا يصرف الميه ويعصر الملابس. وشكرا.